عاد السيارات متوقفه، تعرفون شنو السبب؟ عسى اقول لكم السبب. هذه السيارات كلها توقفت هنا حتى نصور هذه البحيره. هذه بحيره سيارة، شوفوا اللون الغريب، لون التركواز. انا متاكد لونه بالكاميرا ما تظهر اللون الطبيعي، لكن بصراحه لون جنوني. المشكلة ما تقدر تعبر من يم البحيرة وتشوف هذا اللون وما تنزل تستمتع به. شوفوا فرق لون السماء والبحيرة والشجر.